لجان الخبراء اجتمعت لعدة أسابيع، البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي تلخص في النهاية في 63 نقطة أقرها مجلس رؤساء اتفاق قرطاج. النقطة 64 اللي هي حول هذا البرنامج، هل ستطبقه حكومة جديدة وإلا نفس الحكومة بعد إصلاحها؟ دار حديث بعض الوقت حول هذا الموضوع وأرجى البت فيه إلى اجتماع يوم الاثنين. الاجتماع هذا تركز حول النقاط البرنامج، أما النقطة 64 فكان هناك فيها رأيان لم يتم الحسم فيهما. حركة النهضة متمسكة بموقفها الذي يتلخص في إقرار البرنامج وأن هذا البرنامج يمكن تطبيقه على يد هذه الحكومة برئاسة يوسف الشاهد بعد إخضاعها لعدد من التحويرات. تقرر أن يبقى الاجتماع مفتوحا إلى يوم الاثنين صباحا، وفي الأثناء تراجع كل الأطراف هياكلها لتحديد موقف نهائي من الفصل الخلافي أو النقطة الخلافية وهي رقم 64 آخر نقطة، لأنه تم الاتفاق على 63 نقطة وهناك اختلاف حول ضرورة التغيير الحكومي، هل يكون بمجرد تحوير وجزئي أم برمته، يعني تغيير عميق يشمل رئيس الحكومة. النقطة الخلافية اللي هي النقطة 64 الاتحاد الوطني الحر، كان موقفنا واضح من البداية أننا مع تغيير جذري لهذه الحكومة يشمل بالأساس رئيس الحكومة. تمسكنا بالموقف نتاعنا هذا، لكن بطبيعة الحال الجلسة بقيت في حالة معناها انعقاد، مازالت مفتوحة وتستأنف يوم الاثنين للأحزاب بعض الأطراف اللي مازالت ماهيش معناها مقتنعة بهذا اني تراجع. تقريبا طرف واحد هو حركة النهضة. الناس الكل كانوا فما إجماع تام في المنظمين على اتفاق قرطاج أنه التحوير الحكومي يجب أن يكون عميق. نعم يشمل رئيس الحكومة. نعم هو في الحقيقة ميزال فيها في تفاوض، كلها ميزالت والناس كلها ميزالت تتفاوض، وخلونا للتفاوض خير، مش نرجع للمؤسساتنا وبعدها نحدد موقفنا إن شاء الله. ما تمشي حاجة تجزم من بعضها، إذا تعمل برنامج وتتفق عليه لابد أن قدرات بشرية تقوم به. أنا نعطيك مثال، معناها إنسان يكون لازم يكون متناغم مع نفسه. لو أنت جيت قلت نحبوا حكومة معناها تركز على الملفات، وهذا كان موقف حركة النهضة قبل كنت أقول عليه واختلفنا معهم. علاش اختلفنا معهم؟ قلنا إذا عندك شروط أخلاقية ما هي دستورية ولا قانونية تفرضها من الأول. فاليوم أنت تحب حكومة تركز على الملفات وما تترشحش، وتقر أن الحكومة كاملة فاشلة ورئيسه ناجح سبحان مغير الأحوال معناها من شيء إلى شيء معناها في المسألة. فهذا كعلاش نقول معناها بدون استهداف لأي كان في خيارات معينة لابد أن تكون قدرات بشرية من أجل تسييم تلك القدرات. وإذا الناس تحكي على التوافق، التوافق لو فيه أخذ وعطاء مش كتحب تجبد كان ليك.